مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمل وحياة. برنامجنا هادف ومتنوع، بنناقش فيه كل القضايا والموضوعات اللي بتهم الشارع المصري والشأن العربي. في كل حلقة معانا بيكون موضوع جديد وضيف جديد. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا، معانا شخصية متميزة جدا، واحد من أبناء الجيش المصري، رجل دولة من الطراز الأول. معانا سيادة اللواء أحمد ونيس محمد، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وكل التقدير والتحية لبرنامجك الجميل اللي بيعبر عن شيء يتمناه الشعب المصري، وهي يعيش بالأمل حتى يحيا أمل وحياة. حضرتك شرفتنا وشرفت البرنامج. عايزين نقول بقى للسادة المشاهدين ونعرفهم من هو اللواء أحمد ونيس محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني بعد ما دخلت كلية حربية سنة 72، اتخرجت 75 بعد الحرب، ما حصلش الشرف لي أن أنا أكون ضمن صفوف الأبطال اللي حققوا نصر أكتوبر سنة 73، والتحقت بالسلاح المشاة، ثم تدرجت فانتدبت لإدارة المخابرات الحربية، وآخر حاجة مسكتها المعهد المخابرات الحربية، ثم اشتغلت في الانتاج الحربي، خرجت كوكيل وزارة واشتغلت، مارست حياتي بعد سن 60، وجربت الحياة مع القطاع الخاص في الأعمال الخاصة، ثم جربت الحياة السياسية، وأخرها حاليا نائب رئيس حزب الغد السيد المهندس موسى مصطفى موسى. وحاليا لازلت بأعطي لبلدي، ودي فكرة عامة عني يعني، الحمد لله رب العالمين، وربنا يدينا الصحة والعافية نعطي لبلدنا كل الخير إن شاء الله. كلمنا سيادتك عن التحدي والإنجاز اللي قامت به الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا بهني الشعب المصري بحسن اختياره لزعيمه وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كان سند وكان مطمئن، كان شيء عظيم جدا ان ربنا حبانا به ان نكون هو زعيمنا منذ ان كان رئيسا للمجلس الاعلى ووزيرا للدفاع، ثم رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. انا هتكلم ليه احنا حطينا الخطه التنمويه للمشروع القومي الاستراتيجي لكل شعب مصري بيتمنى ان ينتهي، اللي هو المقرر 2030. الوضع قبل 30/6 كان وضع متعب جدا، زيادة إرهاب، زيادة نسبة البطالة وصلت 14-15%، زيادة العجز في ميزان المدفوعات أو الاحتياط الاستراتيجي بتاع الدولة من الدولار وصل ل 13 مليار من 35 مليار أو 36 مليار، تردي الأوضاع في الحدود مع جمهورية مصر العربية، الشكل العام الدولي كان حاجة صعبة جدا. يعني الشعب تحسس ده نظرا لزيادة الأعمال التخويف، وما بقتش مشاركة بقت مغالبة، فطلع في ثورته سنة 30 سنة 1913، وفي 30 يونيو كان القرار الشعبي اللي سنده القوات المسلحة. في خلال الفترة دي من 2011 لغاية 2013 حتى يومنا هذا، تم وضع التخطيط الاستراتيجي لكيف نبني مصر، خطة استراتيجية قومية اللي هي 2030، وشملت كافة المناحي. أنا عايز أقول لشعب مصر إن احنا صرفنا ما لا يقل عن 4.5 تريليون حتى يومنا هذا، 4.5 تريليون في فترة زمنية حققنا فيها كافة المناحي المختلفة من المشروعات، وصلت آلاف المشروعات، وإيه بجدية بحماس، وكان أول مشروع الناس كانت متخيلة إنه ممكن ما يتمش، مشروع قناة السويس. مشروع قناة السويس ومحور تنمية قناة السويس. إيه هي المشروعات دي بقى يا سيادة اللواء؟ المشروعات يعني أنا لو قلنا في مجال الطرق ما لا يقل عن 3000 كيلو، المستهدف 7000 كيلو إنشاء، والتطوير حوالي 35000 كيلو. ده أهم حاجة، الطرق والكباري دي موضوع مهم قوي. موضوع مهم في ايه؟ هو اللي بيوصلني للمكان السكن الجديد، هو اللي بيوصلني للمكان السياحي الجديد،
هو اللي بيوصلني وينجز الوقت ويوفر لي التكلفة المالية في إضاعة الوقت أو تكلفة مالية في عملية إن أنا ألف الكرة الأرضية في داخل مصر يعني علشان أوصل لمكان معين. الطرق والكباري ده عنصر مهم جدا، وأنا بقول برضو شعب مصر الجميل، يا شعب مصر انظر إلى ما هو بعد إنشاء الطريق، انظر إلى ما هو بعد إنشاء الكوبري، هل هو مستعمل؟ هل هو مستخدم؟ هل هو عليه كثافة؟ المناطق العمرانية الجديدة هل هي عليها كثافة سكانية؟ هل ما بعدش؟ عشان تقدر تحكم، إنما أحكم بدون ما أرى. نبص على كافة الطرق وأبسطها في مناطق التجمع الخام شرق القاهرة، الطرق التي المحور شارع 90 وشارع واو كلام، حاجة زحمة جدا بقى شارع رمسيس، يعني معنى كده أن الطريق هو اللي فتح المجال لأن أنتقل من الخنقة داخل العاصمة إلى خروجنا إلى الصحراء وإعادة البناء. الإسكان إحنا بنينا ما لا يقل عن تقريبا 750 ألف شقة تحت كاملة تسلم، في جزء منها تسلم وجزء آخر جاري تسليمه من في فترة زمنية وجيزة 6 سنين. دي حاجة إعجاز كبير قوي. ده من ضمن الكهرباء اللي كانت دائمة الانقطاع، كنا بنشتكي من الكهرباء مقطوعة، البترول والغاز الوقود ما كناش لاقيينه، لقينا متوفر متيسر، وكمان بقينا ايه سعر السوق بالنسبه للمحروقات. يعني في لجنه بنشكلها باوامر من السيد رئيس الوزراء بدراسه اسعار المحروقات خلال كل 3 شهور، يا اما تعلى يا اما تنزل، وهي الحمد لله رب العالمين دايما في النازل. في كل 3 شهور تقريبا بينزل ربع جنيه نص جنيه، دي حاجه مبشر قوي جدا اني انا الاقي نفسي في مشروعات اللي تمت بحس بنتائجها. بس عايزه جهد، عايزه صبر، عايزه دايما السيد رئيس عبد الفتاح السيسي يقول انا ظهيري الشعبي هو ظهري، هو سندي، هو اللي معايا، هو اللي موجود ودايما بيراهن عليه، وغالبا ما لا يخذله شعبه وما لا يخذله مواطنيه، لان هو يشعر تماما ان هذه المشروعات اللي كلفت مليار تريليونات في صالحه وليس في صالح شخص. ومبدأ من المبادئ الأساسية في القطاعات المختلفة سواء من الطرق والكباري والإسكان والتضامن الاجتماعي، الصحة، عامل المرأة، عامل شباب، عامل المعاقين، كل ده يشعر به المواطن، بس بتاخد وقت. للبناء، البناء عسير والهدم يسير. طب بالنسبة للزراعة، ايه جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبه للزراعه؟ الزراعه احنا قلنا ودي من ضمن المميزات العظيمه اللي وضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ان هو في المرحله الانتقاليه ايام الرئيس المؤقت عدلي منصور اعلن وهو في المجلس الاعلى ان هناك مشروعين كبار جدا اللي هي المليون شقه والمليون واستصلاح المليون ونص فدان. ده مؤشر لإيه؟ أنا ما برميش لحاجة مش ما وكان ممكن ينزلها في البرنامج الرئاسي بتاعه، إنما أعلن عنها وبدأنا التنفيذ في موضوع المشروعات. الصوب الزراعية كان آخر مشروع تم افتتاحه في الفترة اللي فاتت في اسكندرية، اللي هي الصوب العملاقة، مش الصوب اللي هي عبارة عن إيراد أو اتنين، لا صوب عملاقة بتتعدى حجم الصوبة إلى أكتر من 10 فدادين لسرعة الإنتاج والسيطرة. الآبار اللي تمت عشان أقدر أروي منها أعماق، إحنا عملنا آبار تصل عمقها من 500 ل 750 متر عشان أطلع المية في المناطق اللي هي ما فيهاش مية أقدر أروي بيها أو أستصلح بيها الأراضي. ودي حاجة برضو من ضمن الأشياء اللي هي بتساعدنا سواء في الأزمة، أزمة المية، جفاف، أو إن أنا استخدمت الأدوات الحديثة لتوسيع الرقعة الزراعية اللي قانون التصالح الناس متضايقة منه علشان الناس بتبني على الأراضي الزراعية، وهم اللي بينادوا أوقفوا البناء على الأراضي الزراعية، وأوقفوا البناء وتضييع الرقعة الزراعية. بنوسع في الناحية الأراضي الصحراوية، ولكن برضو لازم نحافظ على ما هو موجود من أراضي زراعية عشان الفدان اللي هو الأسمر غير الفدان الأصفر في إنتاجيته.
تمر مصر الآن بمرحلة قوية جدا، وهي تنفيذ استحقاقين دستوريين هامين لمصر وللمواطن المصري، وهي غرفتي التشريع، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. عايزين نعرف الأول الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب من حيث المهام، مهام كل حاجة منهم، والاختصاصات وشروط الترشح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بهني الشعب المصري على اجتيازه المرحلة الأولى في تنفيذ الاستحقاق لمجلس الشيوخ اللي تمت خلال الشهر اللي فات وأعلنت نتيجتها النهائية. ومجلس النواب حاليا جاري الإعداد ليه، وطبعا حزب الغد كان مؤيد تماما للقائمة الوطنية في مجلس الشيوخ. أنا عايز أقول أن دستور 2014 لما بدأ يفكر في تحديث وسرعة وإنماء العملية التشريعية ففكر بإضافة غرفة جديدة في التعديلات الدستورية اللي تمت بتاعة 2018، إن يبقى في غرفتين تشريعيتين اللي هي غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مجلس الشيوخ وضع ليه إطار معين ومهام محددة لا يحيد عنها ولا ما يسألش، ملوش دعوه بالوزراء، ملوش دعوه بالهيئات التنفيذيه، ولكن اساسه هو التشريع للقوانين لما يحال اليه من افكار قانونيه من اعضاء مجلس النواب او من رئاسه الجمهوريه او من مجلس الوزراء، ويبدي في الشكل النهائي القانوني اللي ما يطلعش فيه عيب. يبقى شغلانه مجلس الشيوخ الاساسيه هي اعداد القانون بحيث زي ما بيقولوا ايه بالبلدي ما يخرش الميه، علشان ما يبقاش فيه درج يمين ودرج شمال، ما يبقاش فيه ماده معيبه او ماده لا تخالف الدستور، بيبقى مطمئن للمواطن ان هو لما يطلع القانون في ساده كافه الثغرات تبقى حاجه رائعه جدا، وهو مطمئن على تحقيق عداله، مطمئن على تحقيق تنميه، مطمئن على حسن الاختيار للأعضاء اللي احنا اخترناهم في مجلس النواب، ودي حاجة ممتازة قوي. بالنسبة لمجلس الشيوخ، مجلس النواب ده المشرع الأساسي. هل تعتقد حضرتك ان مجلس النواب اللي هيقام هيختلف عن مجلس النواب اللي تم احلاله قبل كده؟ الاختلاف يأتي من حاجة واحدة، هو المواطن. والمواطن لازم يتخيل انه بينتخب نائب بيشرع له، يبقى لازم يعطي له الثقة، يحسن اختياره، يحسن اني انا مش بختار لمجرد المجاملة، مش بختار لمجرد ان انا اعرف واحد يبقى هو ده ممكن يكون فيه اقوى منه في حبه للتشريع ودقة التشريع، لان مجلس النواب هو المنوط الاساسي لتشريع قوانين وسنة. تنصح المواطن بايه في الاستحقاق الانتخابي القادم؟ لا تنظر إلا لمصلحة دائرتك، وفي قائمتك لا تنظر إلا لمصلحة وطنك. أنت المسؤول، ما هو زي ما بيقولوا بيدي وليس بيد عمرو. لا، أنا اللي اخترت، يبقى أنا لأتحمل النتائج لمدة 5 سنوات قادمة. أنا اللي ما فيش حد جوه، وجربنا في مجلس الشيوخ وجربنا في مجلس النواب السابق، ما فيش حد بيخش بيقول علم على اسم فلان. أنا بختار بحرية كاملة، اللي يحيد عن ده يبقى هو يتحمل النتائج، ولكن إن شاء الله شعبنا بإذن الله واعي، شعبنا تمرس، شعبنا مارس بعد ثورتين عظيمتين في جمهورية مصر العربية إن حسن اختياره للمرشح. عدد أعضاء مجلس النواب 568 نائب، كيف يتم توزيعهم؟ الحقيقة سؤال قوي وجميل، ولابد ان احنا نعرف اسباب ان هم 584 عضو، 568 عضو. دي كان نتيجة سن بعض القوانين اللي هو قانون النواب 2020. 568 تم تقسيمهم الى نصين، نص قائمة وهي دي قائمة مغلقة، والنص الاخر فردي، عشان القايمة يتآلف بعض الأحزاب والهيئات الوطنية لإعداد مرشحين في داخل القايمة
قادرين على التشريع والمناقشات الحرة وأمان حمل أمانة الوطن وتأمين الوطن والمواطن. ال 284 دول الفرد الأول هنتكلم عليه اللي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بدوائر، كل دايرة لها عدد محدد في إجمالي في النهاية ال 284 عضو. بالنسبة للقائمة ال 284 تم تقسيمهم كالآتي: دستورنا الجميل في التعديلات الدستورية قال 25% للمرأة. ال 25% من المرأة يكونوا أو يشكلوا 142 سيدة داخل مجلس النواب. طيب لو سبناها على الإطلاق بالنسبة لمجلس النواب تخش في الفردي تخش في القائمة، طب لو لم يتحقق أن هناك 142 سيدة جوه المجلس بقى أصبح في عوار دستوري، ممكن أي حد يطعن على المجلس ده بعد انتهاء إجراءاته ممكن يتحل نظرا لعدم اكتمال كوتة المرأة. فتحط في القائمة بقى بتمثل من 284 142، بالإضافة إلى حاجة اسمها التمييز الإيجابي حتى أكبر الـ 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 الناخبين وأحقق وجود العاملين في الخارج، اسمه التمييز الإيجابي، المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين وذوي الهمم الخاصة أو ذوي الاحتياجات. دول بيمثلوا حوالي 72 عضو بلس أو زائد ال 142، يبقى دخلنا في حدود 200، يبقى لباقي الهيئات والأحزاب الوطنية حوالي 80 مقعد بيتم في ائتلافهم وتوزيع ده بالنسبة لتوزيعة الأعداد. 284 موزعة 142 سيدة بنسبة 25% اللي بتمثل 25% طبقا للدستور، إنما قوة القائمة بتمثل 50% زائد بقية التميز الإيجابي اللي هم 72 مقعد عشان نطمئن إن حد يتكلم جوه عن ذوي الاحتياجات، حد يتكلم جوه المجلس وفي سن القوانين عن العاملين بالخارج، عن الشباب، عن العمال والفلاحين. ايه رأي حضرتك في دخول عدد كبير من الشباب للترشح في مجلس النواب؟ ده شيء جميل جدا وشيء رائع، بس انا بقول للشاب لازم تكون مارست حياتك السياسية من داخل حزب او من داخل أنشطة تساعدك على ما التعريف الدايره بتاعتك بيك. لما اخش فردي ما هو ده انت قصدك حضرتك على الفردي، لان القايمه متحدد ليها عدد نسبه معينه من الشباب هتخش جوه القايمه، انما الفردي في منافساتك عشان ما تحزنش، عشان ما نقولش ان احنا عندنا في 62 مليون او 63 مليون يحق لهم التصويت، وال 62 مليون يحق لهم الترشح في مجلس النواب بنسبتهم، يعني بنسبه الـ 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 كل واحد بنسبته ان هو يخش نافس. بس انا مكاني فين وسط المرشحين؟ هل انا علشان اسمي كذا ولا موجود على الساحه قدمت خدماتي اتعرفت في دايرتي اتعرفت وسط مش الاصدقاء بس ده أنا على مستوى دايرتي، وخاصه يا شاب انت في مرحله انتخابات 2020 لمجلس النواب الدوائر وسعت شويه. ليه؟ كان الأول في 2014 أو انتخابات 2015 كان القائمة 25% والفردي 75%، فالدوائر كانت ضيقة، إنما دلوقتي الدوائر وسعت لأن العدد قل في الفردي. فبالتالي معنا اتصال تليفوني أستاذ علاء. ألو. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك في برنامج أمل وحياة. العمال اللي صاروا بيقبضوا المعاش القوى العامله والمعاش بتاعت حضرتك، والوقت احنا قاعدين ما فيش شغل. تاني سؤال تاني معلش سو. احنا العماله غير منتظره. العماله مالها؟ كنا مستنظرين المعاش بتاع القوى العامله. 500 جنيه، فالمعاش اتقطع وحضرتك احنا قعدنا من بعد ما المباني وقفت والدنيا وقفت معانا، احنا قاعدين في بيوتنا يعني حضرتك. مطالبكم ايه؟ مطالبنا ان المعاش يمشي بس كام شهر حتى على ما المباني تشتغل تاني والعماله تشتغل يعني تاني، الحركه تشتغل يعني.
الأستاذ اسمه إيه بعد إذن حضرتك؟ علاء مجدي. يا أستاذ علاء طبعا بعد إذن الدكتورة نرمين، أنا عايز أقول لحضرتك اسعى هتلاقي، هتدور، لأن في مشروعات شغالين فيها ملايين من الشباب والكبار، وانتظر تعيينك في مكان إن شاء الله تثبت فيه جدارتك، بس الأول اسعى ودور وقدم. وهناك كثير من بعض المواقع بتنزل على مطالب عمال ومطالب مؤهلات ومطالب، بس نسعى ونجري. الموضوع الثاني، ليس حل مشكلة البطالة اللي موجودة في العالم كلها هتأتي في يوم وليلة، إنما إن شاء الله لما أرفع وأقلل نسبة البطالة من 15-16% اللي احنا وصلنا تقريبا دلوقتي 6% أو 7% في ظرف 6 سنين، أعتقد إن شاء الله في خلال فترة وجيزة قوي تتحقق لك رغبتك. بس اسعى ودور وشوف المواقع وقدم سيفيهاتك أو طلباتك لبعض الهيئات، الشركات الخاصة والشركات العامة، وربنا يوفقك بإذن الله. شكرا لحضرتك أستاذ علاء. سيادة اللواء، هل تقوم الأحزاب السياسية بدورها في الشارع المصري؟ انت طبعا سألتيني عشان في حزب سياسي وكده والحزب بتاعنا من الأحزاب القوية، اللي كان مرشح السابق المهندس موسى مصطفى موسى في رئاسة الجمهورية. أنا عايز أقول حاجة واحدة بس، عشان أحكم لابد أن أعرف الأحزاب بتقوم بعملها إزاي التطوعي، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن أنت بتبذل مجهود كبير قوي عشان تعطي مبادئك وأهدافك لبعض المواطنين اللي هو بيسعى إلى شيئين اتنين، دخل ووظيفة، زي ما الأستاذ علاء كلمنا دلوقتي واتكلم. طب أنا كحزب هوفرها له إزاي؟ بأن أنا عندنا في مثلا حزب الغد بندرس الموضوعات وبنعمل عليها بعض المقترحات وبنبعتها لجهات الاختصاص، وهي تقوم طبقا للإمكانيات المتيسرة. طيب المواطن، الأحزاب الحالية كل واحد يطلع بعض الكلمات اللي هي أرجو أن هي تحذف من القاموس خالص، لأن أنت ما جربتش. جرب الأول وانزل وشوف وشارك، هتلاقي الموضوع يختلف تماما، أن أنت فعلا تقدر كل من عمل عمل تطوعي مخلصا لله والوطن. دي هتلاقي، وانت لو انت بتنادي بكده هتخش على هذا الاساس، تكلفتك الخاصة من عندك انت من وقتك بتستقطعه، ده يكفيني ان انت نزلت وشاركت من خلال ان انت تعبر في مكان قانوني عن رأيك، والى ان تصل الى هدفك. والا طول ما انت عمال تعترض وهم بيعملوا ايه وهم بيعملوا ايه، هو انا في البيت. وقت الحلقه خلص، وشكرا لحضرتك سيادة اللواء، نورتنا ونورت البرنامج واستفدنا كتير قوي من حضرتك. شكرا. وللاسف برضو الحلقه انتهت وان شاء الله نشوفكم الحد الجاي الساعه 5 في نفس الميعاد مع حلقه جديده من برنامجكم امل وحياه. الى اللقاء.